بين وصله ان شاء الله يوصل قال الناس اللي غادي يفهموكم كاش كاين شو مكاش لي صور كيفاش حنا ساكنين في ديك الدار 30 عام وعندنا حكم نهائي. هذا الميساج بين حق للسيد رئيس تبون اللي انا بصمت عليك وفوطيت عليك وبويا كاتلنا ارهاب ذابحينه وجدي مجاهد 30 عام وحنا ساكنين في ديك الدار. يجي هذا الشمامي مع سبيب المختار اللي رابحينه الاول في الشراء كما طاقنا جدا سبيب المختار غلبناه في المحكمة العليا في كلش جاب لنا هذا الشمامي مترافيكين كوارد مترافيكين صيغة تنفيذية مشهرين العقد لشهر لهم العقد راه في الحبس طايح بان على 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 الرشوة. هذا الشمامي شاري كاع شلف باش تجي الدولة تخرجك من الدار ديجا بوليسي لوفيسي تاع شلف اللي داير موسطاش. الله هذا ميساج يوصلك هذا الفيديو ان شاء الله يوصلك بسبتك اختي راهي في الكومان تالي قصتها من لاطيس وتا روحي قيسي روحك بيت موتي موتي كلبو ما قلت لها كلبو يموت كلبو مات بسبتك انت لوفيسي غادي كي لا فطنة اختي ان شاء الله وربي يسلكها بربي ان شاء الله بيك تالي تشكي بيك تالي قصتها من لاطيس لوفيسي تاع شلف لوفيسي اللي عندك موسطاش عندنا تسويتك تنكات. انا باغي هذا لا فيديو تلحق للسيد الرئيس تبون عبد المجيد الرئيس عبد المجيد تبون انا باغي تدخلوا في هذه هذا الامر دخلوا ديروا تحقيق حلوا التحقيق البيت حلوا غير التحقيق الا احنا رانا دين حق الناس ولا دايرين كاش عبسه ولا شارين بالتزوير كما راهم يقولوا شارين احنا معقوده مزورين اخويا بينوا لي ودوهم للحبس دومان للحبس انا نقول لكم دومان للحبس اذا تدير التزوير دوها للحبس ولا هو راه مزور دو هو للحبس باسكو علاه لو كان يجوا صحاب الجي يجوا المحكمه تاعش بقات تاكل الرشوه هذه الهضره ديريكت السيد البروكيرور عنده الهامل في يده الهامل صاحب هذا شمامي صاحبه لانتين الهامل هو اللي راه معاونا في هذه القضيه واللي بروكيرور تاع شلف يظلوا عنده في الدار فري راه مكل الا مش صارف صار بعد 15 مليار وكاين الصيغه التنفيذيه اللي راه مخرجينها مزوره هذيك اللي بيديروا لها التحقيق. السيد عبد المجيد تبون ان شاء الله يحقق هذا الميساج احنا نقولوا تحيه الجزائر بصح راكي انا الحقره راكي انا الظلم انا محقورين في الجزائر سختو شلف لولايه شلف راني نهضر لك على